برنامجنا أيضا يبدأ إن شاء الله بكلمة لعائلة المرحوم المغفور له بإذن الله العلامة إبراهيم العبري، يلقيها علينا الشيخ خالد بن عبد العزيز العبري، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني ونيابة عن أسرة المرحوم المغفور له بإذن الله تعالى والدنا العلامة الشيخ إبراهيم بن سعيد بن محسن العبري أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لإدارة النادي الثقافي رئيسا وأعضاء على إقامتهم هذه الندوة المباركة التي سيتم من خلالها تسليط الضوء على الجوانب العلمية والعملية من حياة والدنا العلامة رحمه الله. ونحن إذ نقدر هذا الجهد المبارك، فإننا نؤمن بالإرث العلمي لعالم كوالدنا ليس ملكا موروثا، بل هو إرث معرفي تعود ملكيته للمجتمع الذي عاش فيه الموروث وتفاعل معه سلبا أو إيجابا. وما نملك بعد الشكر لهذا الجهد سوى الدعاء للجميع بالتوفيق والسداد. إنما نود طرحه لهذه الأمسية الرائعة هو بعض الإضاءات على بعض جوانب حياة المغفور له بإذن الله والدنا العلامة إبراهيم، والتي لا ترى ولا تظهر من خلال أوراق العمل أو البحوث، وسنورد بعضها متوالية وباختصار على النحو التالي. الإضاءة الأولى: لقد عرف عنه اهتمامه بهندامه ومظهره، ومن أدلة ذلك أنه أراد تغيير إطار نظارته، فذهب مع أحد أولاده إلى محل بيع النظارات وأوكل إلى المصاحب اختيار الإطار المناسب، فاستعان المصاحب بالبائع في اختيار الإطار المناسب، فأخبره الولد بعد ذلك بأن هذا الإطار هو المناسب لك، إلا أنه أشار إلى إطار آخر فيه بعض اللمسات الجمالية، وسألهم لما اخترتم لهذا؟ فأجابوه بأن الذي اخترناه مناسب لسنك، فقال لهم: أتريدونني أن أواجه الناس بالقبحين، قبح العمر وقبح المقتنى الملبوس؟ واشترى ما اختاره لنفسه. الإضاءة الثانية: أنه كان يحدد الفترة بين العشاءين المغرب والعشاء للجلوس مع كامل أسرته، ويصر على ذلك بشدة، وكان يحتجز منذ النهار لتلك الجلسة النادرة من الفاكهة الموجودة آنذاك أو الحلويات المتاحة، وأثناء الجلسة الأسرية يستمع إلى الأسئلة والاستفسارات الدينية التي تأتي من نساء المجتمع عن طريق أهل بيته، بالإضافة إلى أنه يقوم بإجراء مسابقة بين أطفال الأسرة حول من يحفظ آية من القرآن أو حديثا نبويا أو بيت شعر من القراءة الأولى أو الثانية أو الثالثة. الإضاءة الثالثة: أنه من المألوف أن تراه في البيت جالسا ويتحلق أحفاده من حوله، منهم من يجلس على ركبتيه، ومنهم من يتعلق بعنقه، ومنهم من ينام بجواره، وليس بمستغرب أن تراه ذاهبا بأحد أحفاده إلى الفلج ليغتسل الطفل الذي يحمله معه، كما أنه لم يعرف عنه أن امتدت يده بالضرب على طفل من الأطفال، ومن يرتكب منهم خطأ يأخذه معه لعدة أيام ويعالج خطأه بتعليمه حسن التصرف والسلوك. الإضاءة الرابعة: قال له أحد المقربين منه ذات يوم: لما لا تترك العمل وترتاح في هذا السن؟ فأجابه: إنني موجود وصحيح البدن والعقل، وبالتالي فإن علي واجبات لا بد من تاديتها، ولي حقوق متاح لأخذها، فلماذا أحجم عن تأدية الواجب وأخذ الحق ما دمت في كامل صحتي؟ ولو تتبعنا جميع زوايا وأركان الحياة الواجب تسليط الضوء عليها لملأنا الدفاتر والكتب، ولكننا مخافة الإطالة نكتفي بهذا القدر، راجين أن يكون كافيا لبعض الدلالات
التي يبحث عنها الباحثون ويتتبعها المهتمون، متمنين للندوة وأنشطتها التوفيق والنجاح، ونعاود شكرنا وتقديرنا لإدارة النادي الثقافي على إقامته الندوة ودعوتنا للمشاركة فيها، سائلين المولى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.